كل صبر شد وانسراب كالعطر من ثغر الظلوم. ألقاه همس الندى إحساسه بحر عطوف، بدر تهادى في المدى يهدي لنا أحلى القطوف، يهدي لنا أحلى القطوف. الشعر لفظ الكون إذ يسمو به لحن الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي شبكة المجد، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من لحن الحروف. اليوم الحلقة رقم 18، احنا على مدار 17 حلقة كنا معكم فيها نتحدث عن النشيد. النشيد في أساليبه، في مفهومه، في تطوراته، في نشأته، في أغلب القضايا والمشاكل اللي كانت حوله. كان معنا عدد من الضيوف المتنوعين وبعضهم كانوا ثابتين لأجل الاستفادة من أرائهم، وكان هناك أراء متضادة وكثيرة حول عدد من القضايا. احنا حرصنا انه يكون هذا النقاش نقاش سقفه مرتفع جدا، كذلك حرصنا ان يكون النقاش محدد وواضح وبدون مجاملة لأي شخص كان. الحلقات كانت على مدار 17 حلقة مثار جدل الحقيقة، في كثير منها كانت على مثال يعني سوت حركة عند المتابعين، وفي بعضها طبعا كانت موضوعات إثرائية أكثر من كونها نقاش يعني حول مسائل. احنا حاولنا أن نكون واضحين ولا حاولنا نكون موجهين البرنامج إلى أي وجهة أو رأي يخص القائمين على البرنامج، وحاولنا نعرض الأطراف بدون ما كلها بدون ما نميل مع هذا أو هذا. اليوم نبغى نشوف يعني مزيج من الحلقات 17 الماضية. كان عندنا الحلقة الأولى هل هناك فرق بين النشيد والأغنية، والحلقة الثانية تكلمنا عن الساحة الإنشادية، هل استفادت من صناعة الفيديو كليب، وهل كان الكليب هذا له أثر على الساحة الإنشادية. طبعا بعض ضيوفنا قالوا أنه إحنا ما وصلنا للمرحلة الاحترافية، وبعضهم قال لا والله يعني استطعنا أن نصل وبالإمكان يعني أفضل من السابق. خلونا نشوف بعض اللقطات من هالحلقة ونرجع لكم إن شاء الله بعد شوي. بين النشود وبين الأغنية في ايش؟ وش في كل جوانب، يعني الأغنية لها هدف بموضوعها، بطريقة أدائها، بالأضلاع، حتى يعني ما نهمش الجانب الشرعي وهو مهم جدا حقيقة للمسلم، أيضا ينظر الإنسان فيه للجانب الإنشادي، أن دخول الموسيقى فيها وانحراف الهدف فيها، الهدف العام. يعني أتوقع أن النشيد بالعكس أسمى وحتى فنيا أصعب من الأغنية. ليه؟ النشيد أصعب فنيا، أصعب صحيح، لأن أداءه أصلا بالصوت، من تبدأ الأنشودة إلى أن تنتهي وأنت يعني محلق بصوت، يعني أي نشاز راح يمين. لكن الموسيقى ما فيها نسبة للخطأ مباشرة، يعني آلات موسيقية ما تخطي، فما هو النجاح هنا وما هو النجاح هنا، هنا لكن هي ما أشوفها يعني متوافقة صراحة، هذا شيء وهذا شيء. حتى من الناحية الاجتماعية يعني تجد المنشد يعني يفتخر فيها الجميع، وكل يقول أنا مثلا قريبي مثلا المنشد الفلاني، لكن المغني ما نجد من يفتخر فيه من جماعة وربعه. هذا بعد يمكن هذا جانب يخص الاجتماعي، الأسلحة اللي بوفهنت هذا جانب اجتماعي ما له علاقة. فهي أنا أقول الشباب جزاهم الله خير جابوا يعني أنت موافق على الرأي، موافق على رأيهم ما يحتاج من ناحية، فهي ما بينهم أي صراحة ما بينهم تقارب صراحة. المنشد منشد والمغني مغني، وهذا نشيد وهذا غناء. إيه؟ المواضيع الفنيه والاستديو والشغلات اللي ترقع ما ترقع هذه صايره هنا وهنا كلها بالنشيد وبال يعني ابو مهند مهندس صوت ايه اللي في الهندسه ايه احنا جايينك في الحلقات جايه تمازج كثير بين ما ذكر يعني، لكن في نظري ان الضوابط الشرعيه هي المحك، يعني سواء يعني الضوابط مثلا خلوها من الموسيقى او خلوها من الكلمات الغير لائقه، انا ارى هو الضابط الاساسي في مساله النشيد، وإلا الغناء والنشيد في نظري كلها منبعها الصوت، يعني انطلاقتها النغم يعني أقصد. فالنغمة هي التي تبني أو تجمع ما بين الغناء والإنشاد، لكن هذا هوية أنه منفتح اللي هو الغناء ما عنده ضوابط ما عنده حدود، بينما الإنشاد له ضوابط له حدود. ومن هنا طبعا نشأ طبعا مثل ما ذكر أبو حسان
بناء على هذا الضابط هذا نشأ فن مستقل بذاته اللي هو الإنشاد، وتحت عباءته ظهر أشياء كثيرة. الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب. يا جماعة في كلام كثير وأراء متنوعة واختلافات واسعة حول هل كان النشيد القديم أفضل من النشيد الجديد، ولا النشيد الجديد استطاع أن يتفوق على النشيد القديم؟ هل كان أحدهما ينبني على الآخر؟ هل استفاد النشيد الجديد من النشيد القديم؟ إيش تميز فيهم؟ إيش تميز أحدهم عن الآخر؟ وكانت هناك آراء متنوعة. خلونا نشوف فاصل عن الحلقة رقم 3، ما هو الفرق بين النشيد القديم والحديث، وش الأفضل فيما بينهم؟ فقديما كان الهدف واضح أمام 99% من المنشدين. ليه؟ لأن ما كان في غبار قدام الهدف. أنا أقول لك ليش. وطبعا هذا أنا ما أزعم من الدعاء يعني، لكن لأن يعني المنشدين القديمين كانوا في ظل يعني ظل تربية معينة، ظل ظروف ما في انفتاح أو ظروف معينة، والخيارات حتى محددة وقد تكون مفروضة عليهم حتى ضغط اجتماعي، فما يقدر أصلا هو يغير يعني. لابد أن يتكلم يا في الأنشيدة الحماسية أو في الألحان المعينة هذه. لا 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 أو في لا 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 أنا أعترض. ليه؟ بشدة. أنا أقول لك ليه، لأنه حتى في القديم يعني في الأعوام 1404 و5 و3 ويمكن أستاذ عبد العزيز بما قبل كان له قدم سابق في هالأمور هذه، كان منلوج موجود من خلال المراكز، موجود المنلوج صحيح، وكان في الغالب بطابع فكاهي واجتماعي. كيف ينظرون له أبو عبد الرحمن؟ كان ينظرون له يعني أنه لا ماشي، بس أنا أتكلم الآن. أنا أتكلم أنه مسألة المحدودية ما كانت يعني محدودية الطرق أو محدودية الجوانب اللي يؤديها، ما كانت بذاك المحدودية، كانت موجودة، لكن اللي يطغى على المسألة في ذلك الوقت هو زي ما تفضل أبو روان سد، أنه مسألة الهدف والغاية والمبتغى، مسألة الذوق. وهنا يحدث التفاوت من أبناء هذا الجيل، من لا يستصيغ مطلقا الألحان القديمة أبدا يسأل يقول شو يقولون ذولا، وأحيانا يقول يجيبوا النوم. إذا أخذنا في الاعتبار بأن آلات التسجيل السابقة خصوصا المجموعة أحيانا عدم توازن أصوات المجموعة عدم انسجامها فتخرج بهذا الأداء، كنا نتلذذ بها وكنا نراها كل شيء، إضافة إلى ما فيها من انتقاء الكلمة الألحان التي يغلب عليها الحماسية، وإن كانت على رتم واحد إلا أنها كانت تؤدي هذا الأمر. أنا أتكلم الآن معذرة لما قيلت لي الحلقة 10 سنوات قديما. طبعا ما في شك أن اللغة قديما، اللغة الإنشادية أقصد، يعني اللغة الإنشادية جدا سامية حقيقة في مواضيعها في طرحها حتى في طريقة إلقائها وإنشادها. المنشد نفسه يعني له يعني زي بيقول رسمة معينة يعني في طريقة أدائه. يعني الآن في مؤخرا التغير هذا الموجود وهو تغير إيجابي، أنا دائما نظرتي إيجابية صراحة. صح فيه شيء يعني تقول خارج الخط، لكن نظرتي إيجابية أن التغير هذا إيجابي جدا. ليش؟ لا نستطيع أن نقول للناس أن التغير هذا سلبي بحت، انتبهوا لأبنائكم خلاص العاصفة أتت. لا الآن الحمد لله النشيد لا زال حتى في التطور الآن الموجود، استخدام الآهات الموجودة مثلا واستخدام التوزيع الموسيقي، بعد ما يستخدم التوزيع الموسيقي إلى آهات، هذا خدم الأنشودة الآن. الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب. المقامات الموسيقية أو فيما قال بعض الضيوف عندنا في الحلقة الرابعة، المقامات الصوتية ولا يصح تسميتها بالمقامات الموسيقية، ما يصح طبعا مو بشرعية، ما يصح فنيا أن تسمى بالمقامات الموسيقية. المقامات الصوتية هذه هل تعلمها ودراستها ضرورة المنشد؟ طيب إيش فائدة المنشد؟ بعضهم قالوا أن لا، لابد علينا نتعلمها حتى نتطور من ناحية الأداء ومن ناحية الذوق، وبعضهم قال لا بالعكس، كان النشيد القديم كثير منه كان عبارة عن أداءات رائعة وألحان مختلفة ومتنوعة ومتميزة أيضا، وبدون ما يتعلم المنشدين المقامات الصوتية. نبي نشوف الآن وش كان رأيهم في الحلقة رقم 4، رأي الضيوف عن المقامات الصوتية.
هل هو ضرورة ولا يعني شيء يعتبر تراف ومجرد نظريات وثقافة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي يمكن رأيي قد لا يعجب كثيرا. أنا أقول لو كان دراسته ضرورة لما كنا نردد حتى الآن إبداعات كثير من المنشدين القديمين يعني. تمام. وهذا يدل على أنه المقامات ما هي إلا مثل البروجيكتر بالضبط، هي أحاسيسك الداخلية أو المشاعر والأحاسيس أيا كانت، سواء اللي قالها الشاعر ثم أنشدت ولحنت لكنها أخرجت فيما بعد على شكل علمي مقنن. فالمقامات أخذت أصلا من ما هو موجود وليس العكس، يعني الأناشيد والأغاني القديمة وغيرها لم تكن هي التي أخذت من المقامات، بل المقامات أسست وفيما بعد قننت بناء على ما هو موجود أصلا في الساحة. لذلك نقول هي المسألة على شقين. هل هو ضرورة؟ أنا بالنسبة لي أقول ليس الأمر بعيد جدا عن الضرورة. يعني تراف؟ لا، ليس ضرورة بالنسبة للمنشد تحديدا، لكن بالنسبة للملحن نعم. والوليد انهد طيره ما يخونه. يعني هذا ما عرفته أنا اللي بعد ما تعلمت، رد أن الصبا لما تشبع في جانب هو تشبع فيها يعني الإشباع والتعلم، هذا ما عرفته اللي بعدين يعني. صح. قد يكون إنسان موهوب وعنده النغم، لكن لما يتعلم أوه أنا الجانب الفلاني ما عرفته، أنا قاعد أنا أنشد في خط مثلا معين ما. تمام. يعني رأيك أنه مو بلازم بس إذا جاء صير أنا يعني رأيي فيه. أنا رأيي الشخصي على نفسي أنه لازمة جدا، لازم لأن منشد. ها إحنا الآن في حرب. يا ساتر. عارف يعني إحنا الآن كإعلام محافظ في حرب يعني مع إعلام مضاد أو فن مضاد، الغناء يعني زي ما تقول شادين حيلهم وشغالين بشكل كبير جدا. احنا احترافي بشكل احترافي جدا. احنا الان محتاجين انه يكون المنشد عنده انطباعات وعنده معلومات وعنده اشياء قويه يعتبرها كاسلحه له. تمام. حتى يعني يقدر يوقف في مكان مبارزه وينتصر، يعني مش انه يعني احنا صح الاحساس مهم جدا والكلمه هي الاساس، هي اصلا هي اللي احنا ندافع عنها الان، احنا اللي نحارب عن الكلمه. الشعر نبض الكون اذ يسمو به لحن الحروب. الحلقة رقم 5 تكلمنا مع ضيوفنا عن الفرق الإنشادية، هل وجودها فعلا ضرورة ولا مجرد ترف؟ وإيش طيب فادوا النشيد؟ وإيش كان وجودهم يملى المسرح ولا وجودهم في الكورال في الصوت أفضل؟ إحنا يعني كان السؤال هذا يعني ملح أن نطرحه حتى نعرف فعلا هل هو شيء زايد عن الحد ولا شيء، ولا فعلا مؤثر يعني وجوده سواء على المسرح أو في التسجيل الصوتي. هذه الحلقة 5. الحلقة 6 انتقلنا بالمشاهدين الكرام ومع ضيوفنا الحبايب للحديث عن المؤثرات الصوتية. هل يصدق مهندسو الصوت والمنشدون مع المستمعين في حقيقة المؤثرات اللي يحطونها وأنها نقية، أم أن في خلط يعني مع موسيقى وبعض البرامج اللي يعني اللي ما يصرحون فيها؟ كانت حلقة صراحة يعني مثرية. نبي نشوف يعني ملخص عن الحلقة 5 والسادسة ونرجع لكم بإذن الله. هل ممكن يأثر على أدائكم أنتم؟ طبعا راح يقلل أسعاركم، راح يقلل على حتى جودة النشيد على المسرح، راح يقلل أشياء كثيرة. والله تبي الصدق مثل ما قال عبد العزيز، يعني عندي أحضر مهرجان كله لايف ولا تكون شيء مسجل. يعني أنت تستمتع أكثر بسماع الأصوات خصوصا، يعني أتوقع يعني سبقون الفرق الثانية لما تكون داخل المسرح وتسمع شيء مسجل ما يجذبك، لأنه في السي دي موجود. يعني كنت تسمع أصلا في الإنترنت، تسمع في السي دي، فلما تكون أنت حاضر في نفس المكان وتسمع. يعني أنا كنت يعني من أنا كنت وما زلت من جمهور يعني فرقة صدى الخليج وشجان، يعني حتى يمكن يذكرون الشباب كنت أحضر لهم كثير. تستمتع أصلا في قضية مثلا التوزيع الأصوات اللي كيف تتناغم مع بعض قدام المسرح. يعني حتى الجمهور ينبهر من الموضوع كيف الأربع أشخاص أو خمسة أشخاص يكونون لك شيء فني. فربما الجمهور ما يدرك هالأبعاد اللي تصير والمشاكل اللي تصير. أحيانا الواحد يكون مرتبط بعمل أو بالأهل أو بظروف شخصية لازم تحضر وتسوي بروفات،
فكل هذه تعمل خلف الكواليس لتخدم المنشد، ومن ثم تقدم رسالة جميلة منسجمة. تلاقي هذا عرف وش جوانب الذي يبدع فيه، هذا في الهارمونيات، هذا في الكرة في السبران، وهذا في القرار وغير ذلك. فبالتالي تطلع لنا عملية أو رسمة جميلة جدا من فنانين مبدعين حقيقي. وهي أساس الحفل، وكذلك المنشدين يقدرون هذا. بعضهم زي ما قال يعتبر انه بس يبغون يوقفون يعني. مفطح اهم منه يا رجال اللي بعد الحفل. مفطح والله اللي بعد الحفل اهم من الفرقه. بالضبط يعني، غير كذا يعني ما يقدر يعني هذول يتعبون وكيف. ابو ناصر يجون عشان سمعه ترى يعني، مثلا الفرقه الفلانيه سمعتها قويه عشان يقوي مهرجانه. هذا منظمين اكيد، وانت عتبك على المنشدين بعد. انا اتكلم عن المنشدين وعن المنظمين. كلكم رميتوا عليهم، انتم عليكم ايضا على الفرق. خلينا نتكلم، خلينا نتكلم ايضا الفرق. المنشدين ما عنده حقيقه على عيني وراسي التنظيم يعني، كل شيء على كل خطا يعني. الموضوع سهل يعني، ارسل على الواتساب والكلمات وان الله وبارك. بعضهم ما يرد. خلينا نتكلم ايضا نتكلم عن خلينا نقول المشاكل تواجه الفرق وما بين الفرق. اتكلم عن نفس الفرق، انا نوم الفرق صراحه. قضيه التكرار الان، تطلع شجن استمرت وقدمت الآن لها مثلا 7 سنوات، تجيك فرقة ثانية تقلد شجن، أو فرقة ثانية مو قضية تقليد، قضية نفس المسار يعني. مثلا برلنتي من اسمهم اكتشفوا شيء، الشباب في ألحان اكتشفوا يعني قدموا حاجات مثلا مجتمعية غير. تمام. هذا شيء ينسب لهم وأقول الله يجزاهم خير. أتكلم عن بعض الفرق اللي جالسة تطلع الآن في مكة وفي في الرياض وفي الشرقية، تطلع فرق لكن تحاكي. احنا نبغى شيء جديد يا جماعة، ابغى يعني احنا يهمنا المخرج الانشادي. ابغى بكره فرقه مثلا عمر ضحيه لما تطلع بفرقه جديده، اتوقع في فرقه والله مش فاضي والله فرقه يطلع بشيء جديد يخدم الساحه. الشعر نبض الكون اذ يسمو به لحن الحروب. على مدار حلقتين تكلمنا عن المهرجانات الإنشادية في الحلقة 7 والحلقة 8، هل فعلا هذه المهرجانات لها حاجة؟ طيب إيش ضرورتها؟ وش عقبات إقامة المهرجانات الإنشادية؟ هل فعلا هناك اشتراطات يعني صعبة من المنشدين للظهور في يعني في هالمهرجانات؟ إيش المشاكل اللي واجهها المنشدين من أصحاب أو القائمين على المهرجانات الإنشادية؟ نبي نشوف الآن فاصل عن هذه الحلقة في بعض النقاط الخاصة فيها ونرجع لكم إن شاء الله. أنا يا واحد جيت، ويذكر يمكن أبو محمد الغنيم، جيت من 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 الرياض، رحت للقصيم حضرت مهرجان، ما أخذت عليه أي شيء، بالعكس أنا صرت. يا أستاذ أحمد ترى اللي تتكلم عنهم في أهل ممكن ينعدون على صالح، ترى كثير منشدين الحين ماخذ الموضوع بزنس، واتوقع الاساتذه المنظمين حق ولا لا حق طبعا حق. بس انا اتكلم ما في يعني يعني يتكلم سال احمد يعمم عن موضوع التعاون. لا والله في منشدين ما يتعاونوا، ما يجي يقول لك انا مش مستفيد يعني. إيه؟ اعلاميا ماني محتاج، انا بفيدك اعلاميا. صحيح جميل. فيطلب 20,000 تعطيني ولا ماني بجاي. بس هذا الطرح على فكره ما هو منطقي، لان تبي الصدق المهرجان يرفع المنشد يعني مهما ما منطقي. تدري متى؟ اذا إيه؟ كان المنشد زي ما قال الاستاذ عبد العزيز الماده اللي قدمها جفوه، لكن بعض المنشدين لا والله يجيك يقدم لك ماده يعني في منشد يعني. احد المنشدين في احد المهرجانات نجم ويفيد الناس. خليني اقول احد المنشدين في احد المهرجانات يمكن يخبر ابو محمد، جاء من ديرته، جاء مبلغ وقدره، قدم 3 أناشيد فقط، والله يا جماعه من وانا صغير اسمعها. وين الفائده اللي وصلت؟ وين القيمه اللي تقدمت؟ انا ما انفي انه موضوع في خلل وفي احيان ربكه واحيان العمل في الوقت المتاخر، لكن لكل مهرجان ظروفه يعني. انا اتكلم مثلا عن مهرجان شد الرياض الاول في عام 30، الاعتماد جاء قبل 11 يوم، قبل 11 يوم وكان الاذن صادر تحديدا انه يقام في التاريخ الفلاني، وكان الاذن من الاماره، اذا ما اقمت في التاريخ الفلاني راحت عليك لن يقام. فانا صار عندي استنفار، وكنا حاطين شرط انه في موضوع المهرجان جميع ما يؤدى جديد حتى يعني تكون او يكون الجمهور راضي عن المستوى الذي يقدم له. فوقعنا في إشكالية، والأخوة في شجن تعبوا وجبنا كراسي وتبهدلوا، واحد منهم تعب. لكن أنا أتوقع هذه الأمور ليست على إطلاقها. ايه؟ لكل مهرجان ظروفه يعني. تمام. إحنا استفادتنا ليس من صناعة المهرجانات. جميل. إحنا استفادتنا من تأجير الصوت، من الإضاءة، من الشاشات، من الأمور الثانية هذه. أما تأسيس المهرجان أو إقامة المهرجان يعني نفشل فيه كثيرا يعني، أقصد ماديا. ليش؟ لأنه دائما المنظم
مو بالمنظم، احنا مو احنا المنظمين، المنتج اقصد. نعم. المنتج يهمه انه يتعاقد معك باقل الاسعار. لو قلت له عندي اضاءه بالسعر الفلاني او بالسعر الفلاني، قال ابغى السعر الفلاني الاخف، مو بيقول انه والله بيخفف جوده العمل. احنا كثير من المرات نتعاقد على مستوى اثنين ونجيب لهم مستوى واحد. الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب. عن الشعر الفصيح وعلاقته بالإنشاد، وهل تفوق الشعر النبطي على الشعر الفصيح؟ لماذا تغير المنشدين في تغيروا يعني في توجههم وصاروا ينشدون القصائد النبطية عوضا عن القصائد الفصيح؟ هل توقف الشعر الفصيح إنتاجاته؟ إيش المشاكل اللي خلت الأذواق الناس يعني تتجه للشعر النبطي دون الشعر الفصيح؟ استضفنا عدد من الشعراء في الحلقتين التاسعة والعاشرة، شعراء ومنشدين، حتى ناقش هالموضوع هذا بكل شفافية ووضوح. نشوفه ونرجع لكم. ودي افهم كيف ستضيع هويه الامه اذا كان واحد انشد لغه عاميه او في محاضره. لم اقل انها ستضيع هويه الامه، لانه هو اقل من ان يضيع هويه الأمة. نعم، هو اقل من ان يضيع الأمة. نحن الان نخشى على الجيل، اما هويه الامه ستبقى حتى لو اهملها الناس. تمام. طب هي ستبقى، نحن نتحدث نقول ان هذا الجيل الذي سينشا وهو يعني ياخذ معرفته او فنه عن طريق اللسان العامي، هذا جيل لا شك انه سيتسطح عقليا فكريا، وسيكون ضعيفا في لسانه في ادائه في حديثه امام الناس، وسيبتعد عن الخطاب الشرعي، لن يفهم الخطاب الشرعي وفق مراده. بعضهم قال المؤسسات الاعلاميه تتبع القاعده بين قوسين لهجة إخواننا المصريين، الجمهور عاوز كده، فكأنه يريد ماذا الذي سيدر عليه بالربح أكثر، فهذا هو الجانب، سواء المنتج أو المؤسسة أو غيرها. تمام. من هم من يقول الكلمات الفصيحة لم تعد مفهومة عند الكثير، من هم من يقول هي مفهومة عند البعض لكنها لا تصل لجميع الطبقات، البدوي في باديته أو القروي في قريته أو الكبير أو نحو ذلك، هذه من حجج بعضهم. قناعتي أننا ننطلق من مبدأ بأن اللغة العربية من الدين، فمن محافظتنا على الدين أن نقويها وأن نعينها. أنا كنت دائما أتمسك بمبدأ أقول أنه أنا لا أنزل إلى المستمع، بل هو يرتقي إلى ما أطرح. تمام. لكن الموقف الذي حصل أنه في أحد قرى البادية كان هناك رجل كبير سبعيني، كان يسمع إلى أحد الأناشيد، أناشيدي يعني، فأذكر شريط رسائل أنشد الأول ما تصلح. طبعا قالوا له يا أبو فلان هذا ترى اللي ينشد كذا، اللي أنت تسمع في الهايلوكس. فهذا هو. فقال الرجل شوف ترى والله يا ولدي أنا ما غير أسمع اللحن، لكن الكلام اللي أنت تقوله ما أدري وش أنت تقول. قلب عندي صراحة الموازين تماما. أي ترى هي المسألة كلها مبنية على قضية كبرى، والقضية نوقشت فلسفيا يعني. هل الأصل في الفنون أنها تصعد بالناس إليها وتحاول أن ترقي أذواقهم وملكاتهم، أم أنها يجب أن تصل إلى الناس، هي تحاول أن تسلل إليهم ويجب أن تنزل مع الواقع كلما نزل أكثر؟ نحن إذا حللنا هذه القضية فبالتأكيد سنصل. ما حلت، ما أجيب على هالسؤال ولا تحل. أنا لا طبعا لا شك ولا ريب أن الفنون يجب أن تصعد بالناس إليها، يجب أن لا تنزل الفنون إلى الناس، لأنها إذا نزلت لن تصل إلى درك، كلما نزلت نزل المجتمع إلى قاع آخر، وإذا وصل الفن إلى القاع هذا نزل المجتمع إلى قاع يلي. كيف تفسر ما يقال أنه الفن مرآة المجتمع؟ لا، غير صحيح. الفن ينقل الواقع ولكنه بلسانه هو، يعني يمكن له أن يجسد الواقع بكل تفاصيله، لكنه لا يجسد الواقع بلسان الواقع بل بلسان الأدب والإبداع. وإلا لو كان أصبح الأديب مجرد ناقل خبر، لكن الأديب لسانه نعم. الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب. في
الحلقة الحادي عشر تكلمنا عن الشرائط الإنشادية اللي تجي في بدايات ونهايات البرامج والمسلسلات، إيش الفايدة منها وهل أدت الغرض المطلوب منها؟ ثم انتقلنا في حلقة حامية اللي هي الحلقة رقم 12 عن إعادة إنشاد الأغاني القديمة. كان نقاش صراحة يعني قوي، وكان فيه آراء مختلفة يعني بشدة، وكان اللقاء هذاك اليوم حامي أنا لازلت أتذكره. تكلمنا عن الموضوع هذا اللي هو إعادة إنشاد الأغاني، هل هو عدم ثقة المنشد بإنتاجه؟ هل هو تلبية رغبة ناس؟ هل هو عبارة عن صرف الناس من سماع هالأغاني بالموسيقى إلى سماعها بدون موسيقى خروجا يعني من الحرج الشرعي؟ اللقاء هذا ما نبقى لكم، نطلع له بهدوء، نطلع له يعني بحماس شوي ونرجع لكم إن شاء الله. لحظة أكبر منه وشوية سلمون علي مغني غنوها ولا 20 فنان غنوها، لكن هي مغني أساسي معروف، هي تراث الآن، هي صار لا مو تراث، لا هي التراث اللي مو معروف. لا معلش، فنيا أقل من 35 سنة. الخطأ أنه تقول التراث اللي غير معروف، لا التراث اللي تعدى 35 سنة او يموت صار، هذا التراث. طيب لا، هذا 35 سنة ما تعدل بوزارة الاعلام علشان حفظ الحقوق، لكن فنيا لا، اذا تجاوز 20 سنة يعتبر في الكلور. 20 سنة يعتبر في الكلور. انا بسال سلموا لي حلي في الكلور يعني وغيره. انا لست بحاجة الى انه انا اروح واعيد اغاني غنيت ومعروفة. وش اللي طب هو بس ما سوى كذا في مسيرته كاملة. أنا بوجه السؤال لأبو حسان قبل أن نطلع التقرير. في حاجة مهمة ودي أقولها بس لأنه لا علاقة بالموضوع. طيب أجل دقيقة بس أقل من ثانية. أنا أنا حتى ما يقال إنه يعني دخل الأغاني أنا عندي 17 ألبوم. هذا اللي كنت أقوله تمام. 17 ألبوم. الألبومات اللي ألبوم واحد فيه 11 أغنية تراثية أعدتها. من مجموع 210 أناشيد. كلنا الحاني. 210 كله ما بين الحاني وبين الألحان ناس ثانية. ممتاز. الحان حديث يعني. معناته إنك ما نسبة بسيطة جدا. أنا يعني ما قال لي أنت كل ما قدمت أغاني. إذا لم تكن بحاجة إلى أنك تعيد 17 ألبوم. هذا يؤيدني. لا أنت ما أنت بحاجة. أنا ما يضيف لي شيء. بالعكس أنا أشوف إنه يعيد رأيه. أنا كإضافة ما يضيف لي شيء. بس عشت الحالة اللي معليش بسمح لي بصالح. عشت الحالة بصالح ما شاء الله يعني قال لك إنه جميع الشرائح طرحت لهم. تمام. فكان فيه طلب على الأغاني الموجود اللي هو عادة اللي هن 11 قصيدة، كان فيه طلب فعلا، كان فيه طلب. ليش؟ يستشهدون بالسيل والثاني يعني. وبوجود تويتر من أول ممكن تقول منين يجينا المطالب، منتديات أو كذا قليل، لكن تويتر مخصص لك، انستغرام مخصص لك، فيجيك طلب من الجمهور. هذا اللي نفذه هو بصراحة. يعني أنت مع مبدأ الجمهور عاوز كذا؟ لا مو بالجمهور عاوز كذا، مو بالقصة. أنا عاوز كذا. أنا عاوز كذا. يعني مثلاً أنا بالنهاية عندي لحن. بس لا أنتم لا تخلطون بين المسألتين. إحنا ما نقول لحن نشيد. نعم. ما نقول اصلا لحن نشيد، اصلا هذه الفكره اللي اثارها قالها ابو حسان. ما قال لحن نشيد، احنا نتكلم عن شكل نزيه. لا قال ملحن، عن كاريزما نشيد. ليش يطلع؟ لا قال لحظه، شكل النشيد. وش شكل النشيد؟ انا اعطيك لحظه إيه؟ قال ولا لا قال لا. إيه؟ قال انه يطلعون المنشدين هذول الى ملحنين غير ملحنين نشيد. لا ما قلت كذا يا شيخ. هلا ما قلت ياخذون الحان من غير اغاني، ياخذون الحان الاغاني المعروفه زين، فيشعرون الاخرين كان المجال الانشادي ما فيه الحان جميله. ذكرت ايضا استعانه بالملحنين صح، ملحنين الاغاني. لا ما هذا اللي فهم. طيب اي هذا موضوع ثاني. طيب اسلم. الشعر نبض الكون اذ يسمو به لحن الحروب. وفي حلقه كانت صريحه جدا عن البدائل الصوتيه، هل هناك معايير لها البدائل الصوتية؟ هل يتم توظيف البدائل الصوتية بشكل صحيح؟ من اللي قدم البدائل الصوتية هذه للساحة؟ أين يعني تستخدم أمثال هذه البدائل؟ هل هناك معايير معينة لهذه البدائل؟ نبي نشوف في فاصل الجاي عن البدائل الصوتية. حلقتين كانت فيها نقاش كان جميل، وحتى عرضنا يعني طريقة صنع البدائل الصوتية لحظة بلحظة. بنرجع لكم بعد ما نشوفها إن شاء الله. أنا أتكلم الآن وأرجو أن يكون كلامي واضح.
كثير مما يعرض ليس بديلا صوتيا صافيا وليس بديلا صوتيا نقيا، بديلا صوتيا مشوب. تحمل كلمة هذه. نعم نعم بلا شك. هذه تمثل وجهة نظرك أنت. نعم تمثل وجهة نظري وأتحملها تماما يعني. كثير من البدائل الصوتية اللي تعرض. وش يطلع؟ زين بلا شك أن استخدمت فيها آلات واستخدم فيها أشياء المفترض ألا يخدع فيها سمع الجمهور ولا ثقة الجمهور. طب احنا ترى تكلمنا بتفصيل بس لا لا لا, لا بس لا. انا اقول كلامنا عن البدائل، انا كلامي فقط الان عن البدائل الصوتية. جزء من البدائل الصوتية الان زين، وانا اتكلم بحكم اني اشرفت عليها 9 أو 10 سنوات. ممتاز. كان ياتينا اشياء يا مهندس يا حبيبنا هذا مستخدم، ويقسم احيانا بالله انها لم تستخدم، فاذا فككنا المشروع للاسف نجد الموسيقى حرة في كل شيء للاسف يعني. فانا اللي اتكلم عن فيها اقصد موسيقى يعني او اقلها الاشياء التي لا يعني تحترم ضوابط الجهه اللي طلبت منك هذا الامر. عبد الله اعطني جواب صريح، انه ايش الحد اللي بعده خلاص يعتبر هذا موسيقى؟ انا قلت لك ما عندي ما في حد. شلون ما في مدام حد؟ الصوت بشري. ايه؟ انا استخدمه. ايه؟ والله عطاني عز وجل قدره ابداعيه بصوتي. ايه؟ وبطريقه تنفيذه ما في حد. لكن تختلف طبعا ترى من قصيده لقصيده، احيانا لما اجيب لك قصيده رتمها سريع مثلا. عبد الله لا 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 نروح يمين، خليني الحين دخل لا وقت يمين انا اتكلم بنفس الموضوع. طيب عبد الله دقيقه، انا حطيت لك عرفت حلو. جيت انت تقول الان كذا، هذا معنى كلامه. دخلناها في الجهاز او دخلناها في الاورج اللي يعزف عليه، وعزفنا وحطيت عليها فلتر وحطيت عليها مدور وطلعتها للناس. إذا انت تقول ما انت محتاج انك تدخلها. طيب اللي دخلها اللي يجيب خلنا نقول سؤالبه والثاني يا ابو عبد الرحمن، خلنا نقول سؤال اسمح لي دقيقه. انعزفت وطلعت للناس، هذا انت في كلامك في اللي فهمت انا منك انه هذا انت تعرض للناس انه مؤثرات بشريه، او المهندسين يعرضون مؤثرات بشريه او بدائل صوتيه. طب وش هو السامبلر؟ جاوبني عليه. طيب السامبلر أنا أعتبره تقنية جاءت لخدمة الصوت. ممتاز. بغض النظر عن طريقة استخدامها، كيفية استخدامها أو شكلها. أو شكلها مضبوط. طيب وش سويت في الصوت هذا؟ ودي أعرف أنا اللي هو السامبلر هذا وش صار؟ خلاص صار الحين إيه؟ هو بيصل. هل هو صوتك نفسه اللي يدخل ريحة؟ نعم قلنا نعم صوتي. نعم صوتي. طيب وليش أبو حسن يقول حرام أجل؟ يقول لا 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 في جزئية أخرى نتكلم عن أبو حسان مبدي. السامبلر يعني موسيقى ولا لا بالعربي عندك أنت؟ موسيقى ولا لا؟ لا أنا أشوف أنه صوت. طيب وأنت تشوف أنه موسيقى؟ بلا شك بلا شك. هنا نعم المشكلة. أنا الفيصل بين الاثنين. في جزئية طيب مهمة. لا لا في جزئية مهمة. طيب عبد الله خلصت كلامك؟ يمكن أبو عبد الرحمن يتكلم عن طريقة تنفيذه. لا لا مو على طريقة التنفيذ. في ناس تستخدم السامبلر اللي هو تدخل على الصوت صح اشياء معينه اللي سبق انا تكلمت عنها. يعني يجي يقول لي انا بديل صوتي صح مدخل صوته بس انا يهمني المخرج. الشعر نبض الكون اذ يسمو به لحن الحروب. الحلقه 15 كانت عن ترانزيت النشيد، احنا عنولناها بترانزيت النشيد، هل بعض المنشدين ياخذ النشيد محطه لوصول الى هدف اخر اللي هو الغناء؟ وهل كان عدد من المنشدين في مزلق ولا كان فعلا هذا الشيء مخطط له؟ هذا في الحلقه 15، اما الحلقه 16 تكلمنا عن موضوع مهم وكان حديث الساعه او في وقته يعني حديث الساعه والساعه بعد، اللي هو الفرق الانشاديه للبنات. أبرز المآخذ على هذه الفرق وكذلك أبرز الإيجابيات من هذه الفرق، وكان في سؤال مهم جدا، هل يوجد فرق أولاد صغار مثل ما هناك فرق بنات؟ نبي نطلع هالفاصل ونشوف ملخص عن الحلقتين هذه ونعود إن شاء الله. في قضية المنشدين اللي يضعون الموسيقى يمكن احنا ندافع عنهم عبد الرحمن، انا ايضا ادافع عنهم اللي لهم يعني رساله واضحه وهدف ايجابي في توصيل رساله للاسلام سواء حب الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا دافعت عنهم، مو دافعت عنهم يعني ما حد يدافع كيفهم. ايه؟ هذا رأيه اللي يدين الله فيه، لكن انا ضده. ايه؟ ما دافع عنهم ضد، ما تخرج من الدائرة انه نحسن الظن. نحسن الظن يعني ما هم المتحولين، بس نحسن الظن. ايه؟ مش المتحولين. ايه؟ لكن هؤلاء برضو انا طلعت شوي وارجع مع عبد الرحمن عشان ما يزعل. هؤلاء على الشعرة تماما يعني. انا يمكن لعلي يعني جالس مع الواقع واعرف بعض الشباب وكثير يجون الاستديو، فكثير منهم للأسف يعني شعرة بسيطة وتحول للغناء يعني. جميل. شيء هدف بعدين شوي قام ينشد أناشيد طرب، عفوا أغاني طرب وبالموسيقى وهكذا شوي شوي، فالمسألة حساسة جدا يعني. طيب. أنا أظن هذا أيضا من الإشكال الكبير يعني، لما أجي وأنا وأقع على على المحك يعني، لما أجي وأقف على الاتباع إحنا نسميه يعني، لما أجي وأقول خلاص أنا الحين أنا أقدم رسالة وأقدم كذا كذا، لكني أيضا متجاوز في الجانب الآخر وهو مسألة الموسيقى. الموسيقى حتى ولو يعني اسمحوا لي يعني أنا قد أختلف مع الإخوة يعني أو مع من يرى هذا، الموسيقى هي البوابة خلاص يعني. إذا وصلت إلى هذا المجال فإنه خلاص يعني التحول أشبه ما يكون بأنه قريب جدا يعني. التحول ليست القضية في مسألة إنه التحول، لا التحول الجذري، التحول عبدالله ليش ما أخذها يعني كذا إلى كذا، ليه ما أخذها يعني يا أخي بس أنت قلت ماهر زين يا عبدالله، ماهر زين أغنية واحدة حقت الرسول صلى الله عليه وسلم الموسيقى وصلت 51 مليون مشاهدة، كم أثرت في هذه؟ سامي يوسف تذكر كم أثر في شابات وشباب بريطاني عرفتوا اللي غير مسلمين بموسيقى يعني. أنا لحظة أصلاً المجتمع، لا لا أنت المجتمع، لا 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 يا جماعة خير أنا ما أقول مجتمع نفسه هو مجتمع موسيقي يتقبل، خلنا نكمل عشان ما أشرح علي الكلمة. أنا ما أقصد دعوة الموسيقى، لكن أقصد إنه لا، مدامك سميت معليش يا عبد الرحمن، مدامك سميت سامي يوسف يتكلم عن نفسه يقول أنا لسه منشدا، أنا فنان حلو خلي من التسميات. أنا أقصد أنه وعلى الهاوية وعلى الطرف وممكن يطيح. طيب يا أخي خليه يحط خطأ بسيطة، خطأ خلنا نتفق عشان ما تروح عليه الكلمة ذي. أنا ما أقول خلهم يسوي موسيقى، لا أنا خلاص موسيقى خطأ نتفق أنه خطأ، حرام طيب، لكن حط موسيقى لرأي فقهي إذا أحسن الظن ها، وقال كلام حلو. ليش نقعد نخلي المسألة إلا أنه بيطيح وانحرار؟ أنا هذا رأيي وهذا الواقع. الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروف. طبعا أنا قاعد أقول لكم كل شوي فاصل ونعود. الحين أيضا بقول فاصل ونعود، لأن هذه الحلقة الأخيرة عن الشيلات، وسنعود فيما بعدها للحديث عن بعض الفقرات اللي كانت في البرنامج. على فكرة ترى كانت حلقة الشيلات أيضا حامية، وكان وجود يعني اعتبر رائد الشيلات الأخ فهد مطر، كذلك رائد الإنشاد محمد مساعد وخالد الخلف أيضا وعبدالله القزلان، كانت أراءهم واضحة في هالموضوع. هل كان هناك أثر إيجابي أو سلبي من الشيلات على النشيد؟ طب وش الفرق بين الشيلات وبين النشيد العادي العامي يعني؟ هل يعني في فروق جوهرية ولا بس يعني مجرد بعض المآخذ والملاحظات من الطرف الأول على الثاني ومن الثاني على الأول؟ فاصل ونعود. أنا عندي جمهور للأغاني بشكل يعني كبير، كان كبير جدا، لكن لما جاء صاحب الشيلة أو سميه حتى منشدا ما في إشكالية في الموضوع، وأدى الموروث والكلمات الجميلة والجيدة، سحب الجمهور ما كان يحب يسمع أصلا الأغنية للموسيقى اللي فيها. أنا طبعا تقسيمات الموسيقى أؤيد بنايف، لكن أختلف معه في أنه سحب الجمهور. لا دقيقة، في سؤال الحين، أنت عندك الأغاني يزيد على فكرة. تكفى بس السؤال لبنايف، ليش ما ظهرت الشيلات أيام عز النشيد وتوهجه؟ ما كان أصلا ذاك الوقت ما كان في قبول من أصحاب مثلا المؤسسات إنه يقبل كشيلة يعني. مع إنه كان موجود. لأن أصحاب قيم يعني كان موجود. لا مو قيم، لا مين مسألة قيم. أنا إذا جيت وشلت لي شيلة مثلا مو معنى إني تخليت عن قيمي ولا صار عندي خوارم مروءة، لا الموضوع يعني ترى هذا مني أنا أصلا. أنت الحين تعال الأكبر شايب موجود في السعودية وشيل له هنشودة، ما راح تفعل، ما راح اصلا يتفاعل يعني. تعال باي انشوده يعني باختصار انت كلامك انشوده ليس الغريب وغريب الشام واليمن مثلا،
كان يعني أنت لكن تعال شيء لهيج إلا هيجنا. طيب بقول لك شيء أنت يعني بس هل أنا أبغى يعني بس أنا تكفى دقيقة أتخصص في الموضوع هي هذا ثقافة هي كانت ثقافة هي هي كانت ثقافة أو هذا الكلام خلاص. أنا ما أترك بدينا بالمضامين لا أترك أنا المجتمع ولا الإعلام يسيسني أو يمشيني طيب كذا ترى لا كذا كذا بندخل بتضيع من الحلقة أنا بخلص الكلام لحظة بوضح لك لا أنا إذا كنت كذا معناته أنا رد حد بس عن الجمهور تكفى اسمعني بس يبون شيلات شيل يعطيك المايك يا ابو عبد الرحمن يا جماعه ترى كذا ما يصلح باختصار راي فهد انه النشيد كان موجه لفئه معينه وناس معينين متدينين الشيلات جت وسعت الشريحه هذه وقدرت توصل لقلوبهم ولاسماعهم وذائقتهم صح عليها نعم انا في رايي ان الشيلات رغم جمال هالاداء وجمال اللحن العالي فيها والراقي والاحترافيه بلا شك انها ساهمت الان في ابعاد الناس عن اللغه العربيه ممتاز عبد الله سؤال لكن مسألة مسلمين وغير مسلمين هذه لا أنا أتكلم يعني بعيدة جدا مسألة فكرية كانت ثقافة وش يا لا 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 إنه يشرحها لا ما ندخلنا في مسلمين خلاص أنا أقول لك لا مين قضية إنه هو في ناس كانت إيش إنه هذا بس موجه فقط لجهة معينة أو لفئة معينة الباقين ملازم هذا هو اللي دخل الشيلات كلام صحيح لأنه حتى كان وقتها قال أبو عبد الرحمن طلبت علم تحارب لا كانت موجهة هي كانت موجهة يا جماعة بس لا يعني أني أمنع الشيلة لا هو الشيلة الشيلة من ضمن دخولها القوي إنها جت وجدت فيه أغراض عدة ما كانت موجودة في النشيد عفوا يا شيخ لا أبني الغزل الآن اسمح لي قاطعك عبد الله لو سمحت يا شباب وضحت يا أبو حسن ما يحتاج نناقش عليها مرة ثانية أما بحيث الكليبات بلا شك كنا ننتقد مسلسلات التلفزيون قديما أنها تظهر الإنسان الخليجي بأنهم ساكنين في قصور وأنهم ساكنين في مدري وش بعد جاءت الشيلات عززت هذا الجانب رانج روفر اللاند كروزر آخر موديل لكزز وشخصية طبعا آخر ذا وطبعا غير العمة الخليجية هذه والعصا وصبور الصورة التلفزيونية صبور لحظة يا ابني أنا ما أتكلم عن الجانب الفني أنا أتكلم عن التصوير تصوير مجتمعنا بهذا هل هذا صحيح؟ هم صوروا مجتمعنا يعني أنا طالع مكشات الآن حاطين قدامي صقر ومدري وش بعد وجالسين على آخر حتى خاف يجيني الرمل بعد خايف شوي جالسين كذا متحزم يا جلسة تتكلم عن المراجل لا 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 أتكلم أنا عن المخملية في الجامعة طيب. والنخبوية هذا فئة معينة من الناس لكن لا يمثلون ولا 1% ومع ذلك كثير من الشيلات تصور مجتمعنا بهذا الشكل ولو تروح الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب من الفقرات اللي اعتمدناها في البرنامج في بعض الحلقات اللي هي فقرة صناعة الكليب طلبنا من الجمهور في طلب تفاعلي أن يصنعون كليبات لأناشيد اختارها بعض ضيوفنا أبغى أذكر باللي فازوا معنا في الكليبات المطيعة لربها عن نشيد عبد العزيز الخنين يا لحن انت هذا كذلك أفراح الحبيب فازت عن لحن عن أنشودة عفوا الربيع الجو تراني من أمس فازت عن كليب إلهي لا تعذبني لعمر الجويبر بشرى القصير فازت بكليب سال التاريخ لأحمد المقيط باسل طفور فاز في أرحنا بها يا بلال لعبد الله القزلان وكانت أعمال جميلة اللي نطلبه من هؤلاء الفائزين أن يرسلوا لنا أعمالهم عفوا يرسلوا لنا عناوينهم بشكل دقيق حتى تصل الهدية طبعا عبارة عن دي في دي وعدد من الإصدارات الإنشادية جهاز دي في دي ومع عدد من الإصدارات الإنشادية نبي تصلهم بوقتها المحدد وبدقة فنرجو أن يعطونا العناوين بدقة ويتواصلون مع إدارة البرنامج اللي على طاري الكليب إيش رأيكم خلينا نشوف بعض من أعمالهم لقاء الحبيبات حين الوصال شفاء لروح تعاني العلال وشوقي لها لا نظير له كشوق الغريب لدار وآل هي الوصل والأنس في رحلة من العمر تطوى بكف الزوال أرتل حين لقائي بها من الآي حبا قصارا طوال من الآي حبا قصارا طوال فيكفي سموا حديثي لها
بأن كان عن ربنا ذي الجلال صلاتي هي الوصل عزي به ونور يزيل ظلام الظلام سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا وعن خلق رفيع لا يطاها وعن من يرتجي فيه الثواب بطولات تسطر كيف كانوا وسودا يعتر الصرح المهابا بطولات تسطر كيف كانوا وسودا يعتر الصرح المهابا سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل والشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب بما أن ضيوف البرنامج كلهم منشدين كان لزاما علينا أن حنا نحط فقرة تختص بالمنشدين وبسماع أصواتهم فلذلك كانت فقرة سمعنا صوتك هي الخاصة بهالأمر هذا وسمعنا أناشيد وأداءات عذبة وجميلة من المنشدين اخترنا لكم منها هالكوكبة تشوفونها إن شاء الله ونرجع لختام حلقتنا طفل فلسطيني في مؤتمر دولي وقف وقال صبحي بلا شمس وليلي لم يزينه القمر سيان عندي سرمد الليل أم الليل حسر هي ظلمة لو أخرجت كفي لأعيت بالبصر زحف الظلام بجحفل والنور من لقياه فر لكن إيماني يبدد كل ليل مكفحر أنا يا عظام يخاطب القوم أنا يا عظام أستبيح العذر كي أحكي الخبر فحكايتي فيها لمن طلب الحقيقة معتبر أنا ما ولدت مشردا فأبي وأمي في الحضر إلا بأن ولادتي كانت يحيط بها الخطر للمجتمع سطوة ولاهي بترحم لو هو مليء من التناقض والأخطاء أحيانا مارس شيء وأكون مرغم أجري التيار وخاف الإقصاء أجري التيار وخاف الإقصاء الزف بالأشكال والخاف أعظم ويا كثر ما تضوي المظاهر والأسماء
ما تصغر ذنوب المعاصي وتضخم على اختلاف الجنس لا دم حواء على اختلاف الجنس لا دم حواء تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي وقبري خندقي وتراب أرضي أبيت منعما بجوار قدسي أعانق تربها فأظل أحيا تفدى تفداك عيني ومالي وعالي قدرك وصلت اطراف السحاب وسابقت عصرك لا بصوتي ولا كلامي تنهدت مثل المضرم اللي لقيت مباك تنهت صويب مونس لكزة الحربة أجاوب حمام الورق يا لايمي عساك يحدك زمانك يا أمي من لا تبي قربه دليل اللي أجيته خجول تعد خطاك تلزى وقلبك واهج النار يسعر به ألا يا حمام الورق هيضتني بغناك مع الهم والغربال والبعد والغربة الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب طبعا أكيد النشيد كانت جميلة وأصوات رائعة ومنشدين يعني أصحاب أداءات راقية جدا. الآن تظهر لكم على الشاشة عدد من المواهب الشابة اللي كان من منطلق دعم شبكة المجد لفن الإنشاد حبت أن تدعم عدد من المواهب الشابة في ظهورها عبر هالبرنامج. نشكرهم طبعا اللي حضروا ونتمنى لهم مستقبل رائع ويعني مليء بالنجاحات الإنشادية الراقية. على مدار الحلقات الماضية حاولنا نقدم لكم أحاديث صريحة وواضحة ومحددة وبدون مجاملات لأي من الآراء، وحببنا أن يكون النقاش سقفه مرتفع. احنا نأكد على النقطة هذه، ولم يكن النقاش موجها في أي رأي، وهذه نقطة مهمة جدا. نرجو أن نكون وفقنا في طرح مواضيع مهمة في الساحة الإنشادية، وكذلك نرجو أن تكون فقرات البرنامج حازت على رضا الله أولا ثم إعجابكم، ونرجو أن نكون قدمنا مادة برامجية وكذلك مادة فنية تلقى لذائقتكم جمهورنا الكريم. لكم الشكر والتقدير، وإن شاء الله إلى لقاء يتجدد بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حسن الهنوء إلا صدى شد
بدوٍ سرى كالعطر من ثغر الظلوم. أنغامه همس الندى إحساسه بحر عطوف. بدر تهادى في المدى يهدي لنا أحلى القطوف، يهدي لنا أحلى القطوف. الشعر لفظ الكون إذ يسمو به لحن الحروف.